بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. بناء على طلبكم هنتكلم عن مقاتلة قوية جدا، سوخوي 30، وموجود نسخة منها في صفوف الجيش الجزائري. سوخوي 30 هي واحدة من أكثر الطائرات شعبية في سوق المقاتلات العالمية، حيث تم بيع أكثر من 550 طائرة منها، والطلبات ما زالت مستمرة. دخلت سوخوي 30 الخدمة في الجيش الروسي عام 1976، وكانت عبارة عن نسخة محسنة من سوخوي 27، وأخذت سوخوي 30 من سوخوي 27 القدرة الممتازة على المناورة، وتمت إضافة محركات أكثر قوة لأول مرة في العالم مع التحكم في قوة الدفع، وتم تقليل الوزن وتقليل وضوحها للرادار بسبب الاستخدام الواسع للمواد المركبة. وتستخدم سوخوي 30 نفس المحرك الموجود على سوخوي 35، وهو المحرك L41. وحسب موقع الشروق، أول عقد بين الجزائر وروسيا للحصول على مقاتلة سوخوي 30 كان في 2006، والعقد عبارة عن 44 طائرة، وفي عقد في 2015 للحصول على 14 مقاتلة من سوخوي 30. وفي 2019 أبرمت الجزائر عقد مع روسيا لتوريد 30 مقاتلة روسية، عبارة عن 16 مقاتلة سوخوي 30 و14 مقاتلة ميج 29. لسه كلامنا مخلصش عن الوحش سوخوي 30، انتظرونا في الجزء الثاني هنتكلم عن تسليح المقاتلة سوخوي 30 ان شاء الله. سلام عليكم.